أبدى المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي في اتصال مع إدارة نادي بورتو رغبة الفريق في التعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، حيث يستفسر عن قيمة عقد اللاعب وشرطها الجزائي، وهذا حسب موقع كالتشو ميركاتو. من جهته أعلن نادي ايفرتون عن قيمة عرضه للتعاقد مع براهيمي والمقدرة ب 40 مليون يورو، وهذا حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية إنجليزية، والتي أضافت بأن براهيمي سيجتمع مع مسؤولي فريقه لتحديد مستقبله.